السلام عليكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات ان شاء الله النهارده هنتكلم على درس مهم اسمه حل المعادلات الاسيه في ح ايه الاهداف بتاعتنا وايه نواتج التعلم اللي احنا عايزين نطلع بيها النهارده من نهايه الدرس عايزين نقدر ان احنا نستنتج قوانين حل المعادلات الاسيه بمهاره وعايزين كمان نقدر نربط ما بين القوانين المختلفه للمعادلات الاسيه وعايزين نقدر نحل جميع أنواع التمارين بمهارة. إن شاء الله في طريقتين بنشتغل بيهم لحل المعادلات الأسية. أولاً عايزين نتعرف مع بعض يعني إيه كلمة معادلة أسية. معادلة أسية يعني بيبقى في عندي مجهول في الأس. إحنا عارفين إن إحنا مثلاً عندنا 3 أس أربعة 2 أس خمسة. لا أنا هيبقى المرة دي عندي الأس بتاعي في مجهول. علشان أقدر أحل المعادلة بتاعتي اللي هي ما هتبقى موجودة عندي في الأس عايز أجيب قيمة المجهول اللي موجود عندي في الأس. ففي طريقتين بنلجا ليهم علشان نقدر نحل المعادلات الاسيه الطريقه الاولى ان احنا بنخلي الاساس يساوي الاساس نجعل الاساس يساوي الاساس وبالتالي هيكون الاس بيساوي الاس طبعا الكلام ده متحقق في جميع الاعداد الحقيقيه فيما عدا ان الاساس ما يكونش بيساوي صفر ولا واحد ولا سالب الحاجات الاعداد دي اعداد ليها حالات خاصه لان صفر اس اي عدد بصفر والواحد اس اي عدد بواحد وسالب واحد لو هو الاس بتاعه عدد زوجي هيبقى الناتج بتاعه واحد ولو الاس بتاعه فردي هيبقى الناتج بتاعه سالب واحد فالحالات دي حالات استثنائيه احنا ما بنشتغلش بيها وما بيطبقش عليها القانون يبقى لو كان الاساس بيساوي الاساس هيكون الاس بيساوي الاس اذا كان عندي الف عدد حقيقي وميم ونون عددان صحيحان وكان الف اس م يساوي الف اس نون هنا الأساس عندي في الحالة الأولانية أ وهناك الأساس برضو أ طالما الأساسات متشابهة هنا أ وهنا أ هيكون الأس بيساوي الأس يبقى الميم هتساوي النون. طبعا إن الألف لا يساوي الأساس لا يساوي صفر ولا يساوي واحد ولا يساوي سالب واحد. طب هناخد مثال إذا كان 3 أس نون يساوي وعشرين، دول يعني إيه بقى هنا في حل المسألة؟ دول عايزين نفكر مع بعض ازاي نقدر نخلي السبعه وعشرين دي تساوي تلاته الاساس في الاولاني تلاته طالما الاساس اللي عندي في الناحيه اليمين في الطرف الايمن عدد اولي زي تلاته او اتنين او تلاته او خمسه او سبعه او حداشر يبقى انا هبتدي اشتغل على الطرف الاخر اللي هو عندي هنا السبعه وعشرين عايز احول السبعه وعشرين لعدد وسط تلاته هنفكر مع بعض يا ترى ايه العدد اللي اضربه في نفسه تلات مرات يديني سبعه وعشرين برافو عليكم 3 أس 3 يبقى ال 27 دي عبارة عن 3 أس 3 يبقى 3 أس ن هتساوي 3 أس 3 أصبح الأساس يساوي الأساس القاعدة بتقول لي طالما إن الأساس يساوي الأساس والأساس عندي ولا هو صفر ولا واحد ولا سالب واحد إذا الأس هيساوي الأس يعني هنا النون هتساوي 3 يبقى دي اول قاعده هنتعرف عليها مع بعض لو كان الاساس بيساوي الاساس هيبقى الاس بيساوي الاس ومن خلال ان احنا نحل نساوي الاسس هنقدر نجيب قيمه المجهول اللي عندي في المعادله ايه الطريقه الثانيه بقى الطريقه الثانيه ان احنا نخلي الاس هو اللي بيساوي الاس هيبقى قدامي في الحاله دي ثلاث حاجات الحالة الأولانية إن الأساس هيكون بيساوي الأساس لو الأس اللي عندي ده عدد فردي يعني لو الأس اللي عندي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة حداشر تلاتاشر وإحنا ماشيين طول ما الأس بيبدأ بصفر واحد طول ما الأس بيبدأ بواحد أو تلاتة أو خمسة أو سبعة أو تسعة هيبقى الأساس يساوي الأساس. طيب يا ترى إمتى الأساس برضو هيساوي الأساس؟ الأساس هيساوي موجب أو سالب الأساس الحالة الثانية إن الأساس هيساوي موجب أو سالب الأساس لو الأساس عدد زوجي. الحالة اللي بعد كده إن الأس هيساوي صفر، إمتى الأس هيساوي صفر؟ لو الأساس لا يساوي موجب أو سالب الأساس. طب نشوف الكلام ده بالتفصيل ناخد أمثلة عليه، الحالة الأولانية إذا كان م أس تلاتة تساوي م خمسة أس تلاتة، هنا الأساس. عندي في الطرف اليمين خمسة م وفي الطرف الشمال خمسة. الأساسات متساوية ولا الأسس هي المتساوية؟ برافو عليكم الأسس هنا متساوية، الأس في الطرف اليمين تلاتة والأس في الطرف الشمال ثلاثة. والتلاتة ده عدد إيه؟ التلاتة ده عدد فردي، إذا الأسس متساوية هيبقى الأساسات متساوية لأن الأس عدد فردي. طيب الحالة الثانية لو أنا عندي م أس أربعة تساوي خمسة أس أربعة، هنا برضو الأس بيساوي الأس بس الأس اللي عندي هنا عدد إيه؟ عدد زوجي يبقى في الحالة دي الميم هتساوي موجب أو سالب خمسة خلي بالنا كويس جدا لو الأس عندي عدد زوجي يبقى الأساس يساوي موجب أو سالب الأساس يعني هيكون في الحالة دي ليها حلين في المعادلة الحالة التالتة لو أنا عندي سبعة أس نون ناقص واحد تساوي تلاتة أس نون ناقص واحد هنا الأس بيساوي الأس نون ناقص واحد يساوي ن ناقص واحد هل يا ترى ممكن تكون السبعة تساوي تلاتة؟ طبعا الأساسات هنا لا يمكن تتساوى، لا يمكن السبعة تكون بتساوي تلاتة، يبقى الحالة الوحيدة في الحالة دي عشان أقدر أحل المعادلة إن الأس يساوي صفر. يعني هنا هتبقى النون ناقص واحد تساوي صفر ومنها النون هتساوي واحد. طب تعالوا نشوف كده لو احنا عوضنا عن النون بتساوي واحد تبقى سبعة أس واحد ناقص واحد يعني سبعة أس صفر. أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد يبقى الطرف الأيمن هنا هيساوي واحد. تعالوا نشوف الطرف الايسر لو احنا برضو شلنا النون وحطينا واحد هتبقى واحد ناقص واحد تساوي صفر وتلاتة أس صفر تساوي واحد في الحالة دي هيبقى الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر ومنها نون تساوي واحد تعالوا ناخد تدريب مع بعض جهز الورقة والقلم بتوعنا ونشوف يا ترى ازاي هنقدر نحل المسألة أوجد قيمة نون في كل مما يأتي حيث نون تنتمي لصاد يعني ايه تنتمي ص يعني النون اللي عندي دي عدد صحيح. الأعداد الصحيحة اللي هي صفر واحد اتنين تلاتة وسالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة اللي هي الأعداد الموجبة والأعداد السالبة مضاف إليهم الصفر. أول حاجة المعادلة الأولانية أو العلاقة الأولانية تلاتة أس ن ناقص اتنين تساوي واحد وتمانين. عايزاكم تجيبوا الورقة والقلم بتاعكم بقى ونبدأ نكتب المعادلة بتاعتنا. احنا دلوقتي الاساس اللي في الطرف الايمن 3 هل يا ترى ال81 نقدر نخليها 3 برافو عليكم ال3 اس 4 تساوي 81 يبقى 3 اس 4 تساوي 81 طب احنا نفترض ان احنا مش عارفين هي ال81 3 اس كام بنبتدي نحلل ال81 يعني نقسم ال81 اولا 1 زائد 8 9 يعني تقبل القسمه علي ال3 هنقسم على ال3 يطلع لنا 27 نقسم على ال3 ثاني هيطلع فيها التسعة هنقسم على التلاتة تاني يطلع فيها التلاتة، أو بنجرب بالآلة الحاسبة، أنا شايفة الأساس في الطرف الأيمن تلاتة، يبقى أنا عايزة الطرف الأيسر هو كمان يكون تلاتة، هحط تلاتة أس اتنين إحنا كلنا طبعًا عارفين إنها تسعة، طب نجرب تلاتة أس تلاتة تطلع سبعة وعشرين، نجرب تلاتة أس أربعة تطلع واحد وتمانين، يبقى هنا تلاتة أس ناقص اتنين تساوي تلاتة أس أص أربعة، أصبح الأساس يساوي الأساس، التلاتة تساوي التلاتة. إذا الأس هيجرى له إيه؟ إذا الأس هيساوي الأس. يبقى هنا ن ناقص 2 طالما الأساس يساوي الأساس إذا الأس هيساوي الأس يبقى ن ناقص 2 هتساوي 4. هنحل المعادلة السالب 2 هنجيب لها المعكوس الجمعي اللي هو هيبقى موجب 2 يبقى ن تساوي 4 زائد 2 هتساوي 6 يبقى ن عندي هنا بتطلع بكام يا ولاد؟ تطلع ب 6. يبقى دي أول طريقة اللي هي إحنا حلينا عن طريق الحالة الأولى، إن إحنا خلينا الأساس يساوي الأساس، أصبح الأُس يساوي الأُس، وحلينا المعادلة وطلعنا قيمة المجهول اللي موجودة عندي في الأُس، هناخد تدريب كمان، خمسة أُس ن ناقص اتنين تساوي واحد على مية خمسة وعشرين، الأساس في الطرف الأيمن عندي خمسة، طب الأساس في الطرف الأيسر؟ الأساس واحد على مية خمسة وعشرين، أنا عايزة أخلي الواحد على مية خمسة وعشرين دي تساوي خمسة، طيب تعالوا نفكر مع بعض، هل يا ترى الواحد ده ممكن يكون خمسة؟ طبعًا لأ، طيب المية خمسة هل يا ترى أقدر أخليها خمسة؟ تمام، المية خمسة دي عبارة عن خمسة أس تلاتة، والواحد كمان لو حطيته أس تلاتة هيساوي واحد، يبقى أنا واحد على المية خمسة وعشرين دي أقدر أكتبها في صورة واحد على خمسة أس تلاتة. تعالوا نكتبها مع بعض. واحد على خمسة أس ثلاثة. طيب هل واحد على خمسة أس ثلاثة بقى أنا كده وصلت اللي أنا عايزاه؟ لا لسه أنا عايزة الأساس يبقى خمسة مش واحد على خمسة. يبقى أنا هنا في الحالة دي عايزة أجيب المعكوس الضربي للعدد اللي ما بين القوسين اللي هو الواحد على الخمسة. المعكوس الضربي الواحد على خمسة اللي هو يبقى خمسة. طب لما أجيب المعكوس الضربي إيه اللي بيحصل في إشارة الأس؟ ممتازين يا سنه ثانيه اشاره الاس هنا هتتغير بدل ما هي 3 زي ما انتم شايفين كده هنكتبها 5 اس سالب 3 يبقى هنا 1 على 5 اس 3 هي نفسها 5 اس سالب 3 لما بنشقلب الكسر او بنجيب له المعكوس الضربي اشاره الاس بتتغير اصبح الاساس 5 اس -2 يساوي 5 اس سالب 3 الاساسات متساويه الاساس في الطرف الايمن بقى 5 في الطرف الأيسر برضو خمسة إذا الأس هيساوي الأس يعني ن ناقص اتنين هتساوي سالب تلاتة نكتب الكلام ده دلوقتي أصبح إيه؟ أصبحت معادلة طرف يمين بيساوي الطرف الشمال عايزين نجيب قيمة النون يبقى هنقول هنا ن تساوي برافو عليكم سالب تلاتة زائد اتنين يبقى النون هتساوي سالب واحد يبقى احنا كده جبنا قيمة النون تعالوا نعوض كده في المعادلة من فوق لو أنا شلت النون اللي هي خمسة أس نون ناقص اتنين، شلنا النون وحطينا سالب واحد هتبقى خمسة أس سالب واحد ناقص اتنين، يعني خمسة أس سالب تلاتة، وخمسة أس سالب تلاتة تساوي واحد على مية خمسة وعشرين، يبقى إحنا فعلاً الحل بتاعنا صحيح. هناخد تدريب كمان، نبتدي بقى دلوقتي، هو السؤال هنا بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية فيها إيه الفرق ما بين أوجد قيمة نون أو أوجد مجموعة الحل؟ اوجد قيمه نون يعني انا عايزاك تجيب قيمه النون مش شرط ان احنا نحطها جوه قوسين المجموعة انما لما اقول اوجد مجموعه حل المعادلات الاتيه في ح لازم الناتج بتاعي احطه جوه قوسين المجموعة وطبعا لو ما حطيناهوش جوه قوسين المجموعة هننقص درجه او نص درجه فيا ريت احنا نحافظ على الحل بتاعنا بخطوات سليمه علشان ما ننقص اي درجات السؤال الاول 32 أس ن ناقص 3 تساوي 8 أس 2 ن زائد 1 عايزين نبتدي نحلها الطرف اليمين في 32 والطرف الشمال في 8 لا الطرف الايمن ولا الطرف الايسر اعداد اوليه يبقى انا لازم اخلي 32 دي عدد اول يا ترى ال 32 بتقبل القسمه على كام برافو على الاثنين لو فضلنا نقسم ال 32 على الاثنين هنلاقيها انها اتقسمت على الاثنين خمس مرات يعني ال 32 دي عباره عن 2 اس 5 يبقى ال 32 عباره عن ايه سنه ثانيه 2 اس 5 طب ال اظن كلنا عارفينها ال 8 اس طيب اكتب الكلام ده بقى ازاي ها نجيب الورقه والقلم بتوعنا ونكتب مع بعض يبقى ال 32 دي هتبقى اتنين اس خمسة. بس ده في عندي اصلا اس اللي هو نون ناقص ثلاثة. في الحاله دي النون ناقص ثلاثة ده لازم يتحط ما بين قوسين لان الخمسة هتضرب في جميع ما بداخل القوس طب هنكتبها ازاي هنشوف مع بعض يبقى اهي اهي نزلت وهنحط خمسة ونفتح قوس فوق في الاس يبقى خمسة في نون ناقص كذلك الاتنين، التمنية اللي هي اتنين أُس تلاتة، الاتنين كتبناها ورفعنا الأُس تلاتة مضروب في اتنين نون زائد واحد، أصبح الأساس يساوي الأساس، إذن الأُس هيساوي الأُس، القص. الأُس اللي عندي اللي هو خمسة في نون ناقص تلاتة هيساوي تلاتة في اتنين نون زائد واحد، إن أنا هعمل إيه دلوقتي؟ برافو عليكم وأول حاجة هنعملها هنفك الأقواس عشان نقدر نجيب قيمة النون. يبقى هنفك الأقواس يعني هنضرب العدد اللي بره القوس في جميع ما بداخل القوس، هنضرب الخمسة في النون هتديني خمسة نون، وهنضرب الخمسة في السالب ثلاثة هتديني برافو عليكو سالب خمستاشر، طب الطرف الأيسر مين يفك معايا؟ ممتاز، تلاتة في اتنين نون هتديني ستة نون، زائد تلاتة في واحد بتلاتة، برافو عليكو يا سنة ثانية. يبقى 5 ن ناقص 15 هنكتبها اهو تساوي 6 ن زائد 3 اصبح في ن في الطرف الايسر وفي ن في الطرف الايمن وفي عدد في الطرف الايسر وعدد في الطرف الايسر يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي احنا هنجمع الرموز في طرف وهنجمع الاعداد في طرف يبقى 5 ن هتنزل وهنجيب لها ال 6 ن المعكوس الضرب المعكوس الجمعي يبقى 5 ن ناقص 6 ن تساوي 3 والسالب 15 هنجيب لها المعكوس الجمعي اللي هو يبقى موجب 15 5 ن ناقص 6 ن النون هتنزل و 5-6 هتديني سالب واحد يبقى سالب نون تساوي 18. طب أنا عايزة النون بدون السالب هنقسم على السالب يبقى النون هتساوي سالب 18. إذا مجموعة الحل بتاعتي هتساوي سالب 18. يبقى هو ده الفرق ما بين ان انا اوجد قيمه نون او اوجد مجموعه الحل لو هاوجد قيمه نون هقول له نون تساوي سالب 18 وخلاص خلص السؤال على كده لو عايز مجموعه الحل هقول له ان مجموعه الحل تساوي السالب 18 واحطها ما بين قوسين المجموعه المساله اللي بعد كده اوجد قيمه س في كل مما ياتي حيث س عدد صحيح 8 أس س في تسعة أساسين على تمنتاشر أسسين تساوي أربعة وستين، أنا دلوقتي في عندي طرف أيمن وطرف أيسر، هنبتدي هنسيب الطرف الأيمن دل... الأيسر دلوقتي ونشتغل على الطرف الأيمن علشان أظبّط السؤال بتاعي، لأن الطرف الأيمن فيه كذا مجهول، في الأساسات الأساس الأولاني تمنية، والأساس الثاني تسعة، والأساس الثالث تمنتاشر. أنا مش هقدر أشتغل على الأساسات إلا لما تكون الأساسات اللي عندي دي كلها أعداد أولية، يعني عايزة أخلي الأساس يا اتنين يا تلاتة يا خمسة يا سبعة، طب نفكر مع بعض يا ترى هل التمانية دي أقدر أخليها اتنين أُس عدد، أو تلاتة أُس عدد؟ برافو عليكم إحنا لسه قايلين إن التمنية دي عبارة عن اتنين أُس تلاتة، ممتازين يا سنة تانية، طب والتسعة؟ تسعة تلاتة أس اتنين يبقى هنا اتنين أس تلاتة س في تلاتة قص اتنين سين على اتنين اس سين في تلاتة أس اتنين س هتساوي طب ال دي اللي هي عبارة عن اتنين في تسعة الاتنين نزل اتنين اس س والتسعة اللي هي تلاتة اس اتنين يبقى تلاتة أس اتنين س هاتيجي بقى اعمل ايه دلوقتي هشوف هل يا ترى أقدر اختصر ولا مش أقدر اختصر يعني التلاتة 3 أس اتنين س دي موجودة في البسط وموجود زيها في المقام، يبقى تلاتة أس اتنين س هنختصرها مع تلاتة أس اتنين س الموجودة في المقام، هيتفضل عندي اتنين أس تلاتة س على اتنين أس س، يبقى تلاتة أس اتنين س هتروح مع تلاتة أس اتنين س، يتفضل عندي اتنين أس تلاتة س على اتنين أس س، هننزل الأساس ونطرح الأسس، يبقى الاتنين هتنزل تلاتة س ناقص س. أهي يبقى الاتنين نزلت أس تلاتة س ناقص س، في القسمة بنطرح الأسس، يبقى نزلنا الأساس زي ما هو، وطرحنا الأسس، طرحنا التلاتة س ناقص الس، هتبقى تساوي اتنين أس اتنين س، تلاتة ناقص واحد هيدينا اتنين س، نرجع بقى نكمل المسألة بتاعتنا، إن الاتنين أس اتنين س دي هتساوي أربعة وستين، يبقى الطرف الأيسر جبناه لما خلصنا الطرف الأيمن سويناه بالطرف الأيسر. 2 أس 2 س تساوي 64 هنا برضو الأساسات مش متشابهة عايزة الـ 64 دي تبقى 2 زي الطرف الأيمن الـ 64 2 أس كام؟ إحنا كنا وصلنا إن الـ 32 2 أس 5 الـ 32 لو ضربناها في 2 هتدينا الـ 64 يبقى الـ 64 عبارة عن 2 أس برافو عليك و6 يبقى هنا هنكمل 2 أس 2 س اللي هي تساوي 64 يعني 2 أس 2 س تساوي 2 أس 6 أصبح الأساس يساوي الأساس، إذاً الأس هيساوي الأس، يعني الاتنين س هتساوي ستة، ومنها هنقسم على الاتنين الطرفين، هتبقى سين تساوي ستة على الاتنين فيها التلاتة. المسألة اللي بعد كده برضو أوجد قيمة س، حيث س عدد صحيح، الطرف الأيمن عندي فيه ستة أس اتنين ن، في اتنين أس اتنين ن، على أربعة أس اتنين نون في تلاتة أس اتنين ن، زائد أربعة، تساوي تسعة أس س. المرة دي أنا عندي معادلة في الطرف الأيمن فيها مجهول والطرف الأيسر برضو فيه مجهول. هنشتغل زي ما اتفقنا على الطرف الأيمن لما نخلصه الأول يبقى الستة دي اللي هي اتنين في تلاتة يبقى اتنين في اتنين اتنين الستة اتنين في تلاتة يعني اتنين أس اتنين نون في تلاتة أس اتنين نون. طب اتنين اللي هي أس اتنين نون هتنزل زي ما هي في اتنين أس اتنين نون. الأربعة اللي في المقام اللي هي أربعة أس اتنين نون الأربعة هتبقى عبارة عن اتنين أس اتنين

في 3 أس 2 نون زائد 4 دي هتنزل زي ما هي. لما نختصر هنلاقي إن إحنا عندنا 2 أس أربعة نون في 3 أس 2 نون على 2 أس أربعة نون في 3 أس زائد أربعة. طبعًا هنا 2 أس أربعة نون على 2 أس أربعة نون هيروحوا مع بعض. هيتبقى عندي 3 أس 2 نون على 3 أس 2 نون زائد أربعة. هننزل الأساس اللي هو التلاتة وهنطرح اتنين نون ناقص اتنين نون ناقص أربعة هيدينا 3 أس سالب 4 أصبح الطرف الأيمن 3 أس سالب 4 ده أبسط صورة لي هناخد ال 3 أس سالب 4 نساويها بإيه؟ هنساويها بالطرف الأيسر اللي هو 9 أس سالب س هنخلي الأساسات هنا متشابهة ال 3 خلاص دي عدد أولي ما فيش فيها مشكلة يبقى دورنا إن إحنا نخلي ال 9 دي, دي هي كمان 3 أس عدد ال 9 دي اللي هي 3 أس سالب 2 أس وهنضرب ال 2 في السالب س تدينا 3 أس سالب 2 س يبقى تلاتة أس سالب أربعة هتساوي تلاتة أس سالب اتنين س أصبح الأساس يساوي الأساس إذا الأس هيساوي الأس يبقى سالب أربعة هتساوي سالب اتنين س هنقسم على سالب اتنين علشان نجيب قيمة السين يبقى س هتساوي سالب أربعة على سالب اتنين هتساوي اتنين يبقى هنا في المسألة دي نركز مع بعض لأن المسألة دي وسؤال مهم جدا هنا احنا خلينا الستة نبص المسألة من فوق الستة خليناها اتنين في تلاتة والاربعة خليناها اتنين أس اتنين لما بيكون في عندي أس وأس أصلا موجود من الأول بضرب الأس الجديد في الأس اللي أنا جبته وبعدين بختصر الأعداد المتشابهة اللي موجودة في البسط والموجودة في المقام بنختصرهم يعني هيمشي ده مع ده وبعدين آخر حاجة بتتبقى بنزل الأساس واطرح الأسس لو في قسمه بنزل الأساس واجمع الأسس لو في ضرب التدريب اللي بعد كده إذا كان 3 أس س تساوي 27 و 4 أس س زائد ص تساوي 1 أو القيمة تاي س وص. ال 3 أس س تساوي 27 27 دي 3 أس 3 الأساس بيساوي الأساس يبقى س تساوي 3 يبقى الأس هيساوي الأس. أدي الحالة الأولانية خلصناها بسرعة. طب تعالوا نشوف الطرف الجزء الثاني من المسألة اللي هو 4 س زائد ص تساوي 1 4 أس س زائد ص تساوي 1 طيب ال 4 دي اللي هي 2 أس 2 يبقى هنضرب ال 2 في 2 س يبقى 2 س وهنضرب ال 2 في ص تبقى 2 ص تساوي 1 هنا الأساس إيه؟ برافو عليك والأساس لا يساوي الأساس طالما الأساس لا يساوي الأساس يبقى الأس هيساوي هي 0. أو إن أنا أخلي الواحد دي الواحد ده طبعا عدد سهل التغيير يعني الواحد ده ممكن يكون 2 أس صفر يبقى هي بالتعويض عن س تساوي 3 احنا جبنا قيمة الـ س من الطرف الأول من الجزء الأولاني من المسألة، يبقى هنا هشيل الـ س وأحط 3، تبقى 2 في 3 زائد 2 ص تساوي 1. يعني 2 أس 6 زائد 2 ص تساوي 2 أس 0. يبقى 6 زائد 2 ص تساوي 0. هنحل المعادلة. يبقى 2 ص هتساوي سالب 6. وهنقسم على الـ 2 تبقى الص تساوي سالب 3. يبقى أنا هنا كده جبت قيمة الـ س، جبت قيمة الص، السين طلعت بثلاثة والصاد طلعت بسالب ثلاثة. آخر مسألة، اختصر كل مما يأتي لأبسط صورة، تسعة أسسين في تلاتة أسسين زائد اتنين على سبعة وعشرين اساسين. هنا المسألة دي فيها الأساس عندي في الأولاني تسعة، التاني تلاتة، الأساس التالت سبعة وعشرين. هخلي الأساسات كلها كام؟ طبعًا كل الأعداد اللي عندي بتقبل الاسم على التلاتة، يبقى هخلي الأساسات عندي كلها نحاول انها تخليها 3 9 3 اس 2 يبقى 3 اس 2 في س هتديني 3 اس 2 س ال 3 اس س زائد 2 دي هتفضل زي ما هي لان الاساس عندي عدد اولي مفيش فيه مشكله ال 27 اللي هي هتبقى 3 اس 3 س هنكتب الكلام ده يبقى 3 اس 2 س في 3 اس س زائد 2 على 3 اس 3 س الأساس كلها متشابهة هنزل الأساس واجمع الأسس في البسط يبقى 3 أس 2 س زائد س زائد 2

قدرنا ان احنا نحل المسائل وعرفنا ازاي نقدر نحل اي مساله فيها معادله اسيه يا اما ان احنا هنخلي الاساس يساوي الاساس يا اما ان احنا هنخلي الاس يساوي الاس ولما نخلي الاس يساوي الاس لازم نتاكد لو الاس عدد فردي يبقى الاساس يساوي الاساس ولو الاس عدد زوجي يبقى الاساس يساوي موجب او سالب الاساس او لو الاساس لا يساوي الاساس يبقى الاس يساوي صفر هي دي كانت كل القوانين اللي احنا عايزين نتعرف عليها مع بعض النهارده وقدرنا الحمد لله ان احنا نحل اسئله كتير أطيب تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بدوام النجاح والتفوق وخالص تحياتي كان معكم الأستاذة فاطمة مصطفي رجب معلم خبير الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته